في زيارة ميدانية تفقدية للمنشآت الصناعية بولاية تيزي وزو، وقف اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عند سلسلة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية لصناعة المنتجات الكهرومنزلية، كما استمع إلى انشغالات العمال وأسدى تعليمات بضرورة التكفل التام بها. ما فيه شيء آخر إلا العمل والإنتاج اللي يقدر يعني تكون فيه إن سوفغارد نتاع الكومبلكس هذا. النجاعة موجودة، كل ما هما الأدات اللي لازم ينتجوهم عندهم سوق، والحمد لله بفضل مجهودات الدولة اللي وفرت الأموال اللي سمحت لهذا المركب باش ينهض. اليوم رانا نشوفوا في الثمرات الأولية، مازال فيه يعني، والتوجيهات اللي يعطيناهم المسؤولين حاليا لازم يدخلوا في السوق بسرعة